السلام عليكم، انا محمد امام، انا ريسيرش اسيستنت في جروب باي انفورماتكس في السي اي اس في جامعه النيل. احنا مهتمين هنا او من ضمن التحليل بتاعتنا هو تحليل الانتقاء الايجابي، والتحليل ده ببساطه خالص معروف ان الفيروسات او الكائنات البدائيه خالص بيحصل فيها معدل طفرات كتير جدا، ولكن مش من الطبيعي ان الطفرات دي تتنقل من جيل للتاني. معنى ان الطفره حصلت وانها اتنقلت من جيل للتاني، فمعنى كده ان الطفره دي مهمه جدا. احنا كنا بنحاول نفهم هنا اشمعنى السارس كوف 2 بالذات من عيله الكورونا اللي صابت الانسان الوحيد اللي قادر يعمل معدل انتشار كبير ده، وايه هي القوه اللي خلته يقدر يسيب الرئه ويسيب اكتر من جزء في جسم الانسان ويسبب معدل الوفيات ده. فبالتالي كنا بنفهم ايه هو نوع الطفرات اللي حصل لها الانتقاء الايجابي ده. وببساطه خالص احنا جمعنا السارس كوف 2 اللي كان موجود من دول مختلفه، وحاولنا نقارنه بالسارس او عيله الكورونا اللي قدرت تسيب الانسان قد كده، ونفهم ايه الطفرات اللي حصل لها تثبيت فيها. انا اسمي مريم عويده، ريسيرش اسيستنت هنا في جامعه النيل في باي انفورماتكس جروب. زي ما محمد عرفنا ايه اهميه ان بعض الميوتيشنز او الطفرات يحصل لها انتقاء ايجابي، احنا في البحث بتاعنا عرفنا قدرنا نعرف 3 بروتينز او 3 جينز بيحصل فيهم انتقاء لبعض الاماكن. الثلاثه جينز دول مسؤولين على ايه؟ معظم الاوقات على او بشكل عام على انتقال الفيروس وان هو يهرب من المناعه بتاعه الانسان، وكمان قدره التماسك او التشابك مع الريسبتورز الموجوده في جسم الانسان. طيب ده هيساعدنا في ايه لما نيجي نصمم علاج؟ هنعرف ايه اهم البروتينز اللي احنا المفروض نتارجتها. البحث بتاعنا اتنشر في مجله فيروس ريسيرش تبع السفر تحت امباكت فاكتور 3.3. طبعا بعد كومنتس طويله رايحه جايه ما بيننا وما بين الريفيورز اتنشرت تقريبا في شهر 6 اللي فات، وكانت رحله لطيفه جدا استمتعنا بيها.